مشاهدينا الكرام على الجزيرة مباشر، أهلا وسهلا بكم. هنا من المختبرات المركزية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما تشاهدون في خلفية الصورة، نساء فلسطينيات يعكفن على فحص العينات بشكل متوالي، يسهرن الليل والنهار في هذا المختبر. هنا تظهر العينات المصابة من عدمها، هنا تخرج البشريات وأيضا يخرج منها بعض الأحزان للأسف. نتحدث عن أكثر من 44 حالة إصابة في الضفة الغربية، هنا تم الاكتشاف وهنا أعطيت المؤشرات بالسلامة. في هذا المختبر الذي يواصل فيه عمل أكثر من 6 شابات فلسطينيات، كما أشرنا يقطعن التواصل مع أهلهن، يتواجدن في الليل وفي النهار، ونحن الآن في هذه اللحظات سنقوم بعملية حوار وجولة في هذا المختبر المركزي الذي فيه السر الفلسطيني فيما تعلق بفيروس كورونا. تعالوا لنجري هذا الحوار. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك، أهلا. يعني في البداية باسم طاقم الجزيرة مباشر وأيضا الشعب الفلسطيني الذي يرقب عملكم، يعطيكم ألف عافية. يعني في البداية لو تشرحينا إيش اللي بتعملي. أنا أمل عامر، فنية مختبر بقسم الأحياء الجزيئية في مختبر الصحة المركزي. بشتغل هون بالإضافة إلى 3 من زميلاتي و2 من زملائي. شغلنا هون هو فحص الفيروسات والبكتيريا، وخصوصا حاليا عم نركز شوي على فيروس كورونا فيروس المستجد. هون نحن بنسلم العينات، بتم فرزها وإعطائها أرقام، بعد هيك بعد التحقق من هاي العينات بتدخل للمرحلة الثانية واللي هي استخلاص الفيروس. بعد استخلاص الفيروس بتدخل على الأجهزة، ومنها بيبين عنا حالات المصابة من عدمها. أنا بشوف إنه الجهد يبدو كبير المبذول، يعني كم هو الوقت الذي يعني تأخذ العينة للوصول إلى النتيجة؟ يعتمد على عدد العينات وعلى ساعة وصولها. عنا الأجهزة حفاظاً على العمر الافتراضي للجهاز، منحاول إنه نجمع العينات مع بعض. يعني في تساؤلات إنه ليش الفحص بياخد وقت طويل، سحب العينة لحد وصولها للمختبر بياخد وقت، بالذات إنه نحن مختبر مركزي بيجمع العينات من جميع المحافظات. بنحتاج وقت لفرز العينات والتأكد من سلامتها وإنها مسحوبة بالطريقة الصحيحة. بعد هيك بتدخل على عملية أخذ كودات أو ترميز حفاظاً على خصوصية المرضى. بعد هيك بتم تحضيرها وتجهيزها لتدخل للمرحلة التالية واللي هي مرحلة استخلاص الفيروس. فالمرحلة هاي بتاخد من تقريباً 6 إلى 7 ساعات. 6-7 ساعات. يعني أنا بشوف أسماء يعني الآن مكتوبة بالإضافة إلى عديد العينات الموجودة. حجم الإرهاق في مسألة الدقة والأمانة في خروج النتائج، كيف يعني تستطيعون مع هذا الكم الكبير من الشغل يعني العمل الوصول إليه؟ صراحة بياخد وقت، بس بشكر زملائي يعني في قسم الاستقبال برضو اللي بيساعدونا بفرز العينات حسب كل نموذج والاسم. احنا بكون عنا مرحلة فقط اعطاء الكود، اما زملائنا في قسم الاستقبال مشكورين بيقوموا بفرز العينات على حسب الاسماء. يعني انا دعيني ادخل في جانب اخر، يعني انا ما اشاهد من عينات، انا كصحفي اتخوف من لمس الزجاجة، يعني انت وكأنك في مفاعل نووي، كيف يؤثر ذلك على حياتك الطبيعية، الذهاب الى البيت، الاختلاط، العودة، هذا كيف تتعاملي معه؟ الموضوع هو موضوع جدي ويجب أخذه بعين الاعتبار. نحن هون في وزارة الصحة موفرنا كافة سبل الحماية، من جلافز إلى سليفز إلى بدل واقية، نظارات واقية، كل هاي الاحتياطات نحن كوزارة بناخدها. بالنسبة إلنا لأشخاص صار معروف يمكن لمجتمعنا إنه نحن تقريبا في حالة عزل، بعض زملائي عزلوا حالهم عن بيوتهم واختاروا انهم يكونوا بفندق بعيدا عن بيوتهم وعن اطفالهم. البعض الاخر منا قرر ابعاد اطفاله عن المنزل لحتى ما ينقلهم الفيروس، واكيد طبعا احنا حريصين كل الحرص ان كل يوم نتعقم تعقيم كامل قبل لانه نروح على اماكن سكننا سواء بالفندق او في البيت. اشكرك، نواصل مشاهدينا الكرام هذه الجوله ايضا لنتحدث مع عامله اخرى. السلام عليكم، يعطيك العافيه. وعليكم السلام، عرفينا على حالك. فاطمه سلامه، مختبر الصحه المركزي قسم الاحياء الجزيئيه.
يعني أنا أرى ما شاء الله نشاط، يعني تواصلون العمل، شو على طبيعة عملك أنت؟ أنا هون مثلاً بستقبل العينات، بجيبها من قسم الاستقبال وبجي على هاي المنطقة ببلش أعطيها الكودات الخاصة فينا على أساس إنا نشتغل فيها فيما بعد في عملية الاستخلاص المادة الوراثية ونكمل الشغل لحتى تطلع النتائج عنا. يعني من خلال اطلاعكم على سير العمل بتشوفوا أنه الأمر جدي هنا في فلسطين ولا يمكن التراخي في هذا الموضوع؟ لا أكيد الأمر جدي، يعني لا يمكن أن نستهين في الموضوع. تمام، يعني عنا شو تنصح المواطنين؟ طبعا بنصح المواطنين بأخذ كافة الاحتياطات الواجبة وإنهم كافة التدابير بعملية الحجر، إنهم ما يستهينوا بهذا الموضوع ويأخذوا الأمر بأكثر جدية كمان على أساس إنه نحمي حالنا، نحمي بيوتنا ونحمي أطفالنا وعيالنا. يعني اختيارك لهذا التخصص، الوجود مختبر في ظل هذا الوباء المنتشر، خلاك تترددي؟ لا والله، يعني أنا بعشق هذا التخصص، بكون فخورة إن أنا عم بشتغل فيه وبخدم بلد وبخدم المواطنين كمان. إحنا فخورين بيكي ويعطيك ألف عافية. يعني كما أشرت للزميلة إنه باسم طاقم الجزيرة مباشر نقدر هذا الجهد الرائع. إذا كان بالإمكان أن تحدثينا عن التعايش مع هذا العمل والانتقال للبيت والعودة. طبعاً أكيد الموضوع شوي صعب لأنه كل واحد فينا إله عائلته وإله بيته، فبضل عنده خوف إنه ينقل الفيروس معه، لأنه مثل ما بتعرف الفيروس كتير يعني سريع الانتشار، فممكن إنه يلتقط يعني يلزق على الأواعي على الملابس على كافة أجزاء الجسم يعني. فإحنا هون قبل ما نطلع من لبيوتنا مثلاً إن منعقم حالنا مندير بالنا كتير منيح على أساس إن نحاول قد ما فينا إن نقلل من احتمالية انتقاله لأولادنا ولا بيتنا. مع الزملاء معك التواصل مع الأبناء يعني والله كيف كتير يعني كل واحد عن جد بيكون متضايق إنه أبعد عن بيته، بس مع هيك بده يتحمل في سبيل الوطن طبعا وخدمة المواطن بالآخر. يعني كما قيل عائدة في الممرضين والعاملين بيضوا الحمائم حسبهن إني أردد سجعهن. لعلكن في هذا المقام تقومن بواجب وطني كبير. أشكرك جدا. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، وإحنا كتير مبسوطين إنكم إجيتوا لعنا هون مشان تنقلوا رسالة إحنا حابين نوصلها لكل مواطن فلسطيني. أشكرك جدا. إذا مشاهدينا الكرام نواصل هنا هذه الجولة الآن مع أحد الزميلات أيضا في هذا المختبر. يعطيك العافية، عرفينا حالك. الله يعافيك يا رب. أنا نورس فاتوني، نائبة رئيس قسم الأحياء الجزائية في مختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة. يعني أنا شايف ما شاء الله أجهزة، شو اللي بتعملوا هون بالضبط؟ إحنا في هذا القسم هو عبارة عن قسم متخصص في تشخيص الأمراض المعدية والوبائية، بنقوم باستقبال العينات الخاصة بالمرضى المشتبه بهم في مرض الكورونا. فعلياً بنستقبل العينات كما أشارت زميلتي في البداية، بنتسلسل بخطوات معينة من استلامها لترقيمها لتدقيقها لمتابعة بيانات المريض، وبعد ذلك بنقوم بإدخالها لمراحل الفحص الأولية. في مجال هيك تورجينا الأجهزة إيش بتعملوا فيه؟ بنعملكم جولة إن شاء الله بالقسم وبنخليكم تطلعوا على كل التفاصيل وتشاركونا بهاي التجربة. بدنا المواطن يشوف تعبكم. نشوف هون إيش بتعملوا هاي في هاي الغرفة، بنقوم بالعملية الأولية للتعامل مع العينات وعزل المادة الوراثية بحيث إننا بنستخلص المادة الوراثية للفيروس من العينات إن وجدت، وبنحضرها للمرحلة التالية للفحص اللي هي عملية مضاعفة هاي المادة الوراثية. طبعا في تفاصيل عديدة بنمر فيها في خلال العمل، وأهم شيء طبعا اللي هو سلامة الفنيين والكفاءات الموجودة عندنا والأخصائيين بالمختبر باتباع كافة إجراءات السلامة للتعامل مع هاي العينات، وإن شاء الله إنه يعني بنتمنى السلامة للجميع في داخل المختبر وخارج المختبر. إذن مشاهدينا الكرام الآن تجري عملية حقيقية لنقل العينات بالإضافة إلى فحصها. نحاول أن نأخذ مباشرة هذه المنطقة من الخطورة الوصول إليها. أحببنا أن نتحدث عن بعد، يعني لو تعطينا بالضبط شو اللي بتصير هناك.
حاليا زميلتي بتقوم بالمرحلة التحضيرية الأولى للتعامل مع العينة. هذه عينات مرضى من مختلف المحافظات، بتقوم بأخذ جزء من هاي العينة والقيام بعملية استخلاص المادة الوراثية منها، بحيث أنه منفجر الفيروس بنستخلص المادة الوراثية منه وبنحضرها لعملية المضاعفة اللاحقة. فبنعتبر هي هاي المرحلة الأخطر، لأنه فيها تعرض مباشر لعينة مرضية قد تكون معدية. الآن سلامة العاملة، يعني كيف تحافظون عليها في هذا؟ كما ترى نقوم بإجراء الفحص في مكان محدد، مدربين الموظفين على كافة إجراءات السلامة اللازمة وآلية ترتيب مكان العمل والتعامل مع العينات. أيضا اللباس اللي بنرتديه هو لباس مخصص في وقاية لكافة أجزاء الجسم، الوجه، العينين، وبالتالي فهاي الخطوات إن شاء الله تضمن السلامة للعاملين والتخلص من أي خطر قد يكون ممكن. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن بعد أن تم تفجير العينة، نذهب إلى المنطقة الأخرى التي يجري فيها هنا عملية فحص العينة، ودعونا نشاهد هذه العملية مباشرة. سنحاول أن نفهم مع بعض العاملات هنا ما الذي يجري. إذا بتعطينا نبدأ شو بتصير؟ هذه المنطقة هي المنطقة المكملة للمنطقة الأولى، عندنا أجهزة مساعدة بتستكمل عملية استخلاص المادة الوراثية من الفيروس بعد ما نقوم إحنا بتحضير العينات يدوياً. بعد إتمام عملية استخراج المادة الوراثية من الفيروس وتحضير المواد اللازمة للفحص، نقوم بالانتقال إلى الخطوة النهائية، وهي وضع العينات في الأجهزة الخاصة لمضاعفة هذه المادة الوراثية إن وجدت داخل عينات المرضى، وبعد ذلك الحصول على النتيجة النهائية التي نقوم بتبليغها. نقوم بإجراء ترسيب بسيط للمواد والعينات، ثم ننتقل إلى الجهاز الرئيسي ووضعها بداخله. مشاهدينا الكرام، أثناء الجولة كانت المفاجأة. اليوم هو عيد ميلاد أم أحد العاملات في هذا المختبر. للأسف طبيعة العمل لم تمكنها من الحضور، لكن على الجزيرة مباشر كانت هذه المعايدة. ألو، مرحبا. هلا ماما، كيف حالك؟ طيب سالك أنا حبيبتي. يسعد صباحكم، شو أخباركم؟ بالسلامة، بتكون مبسوطة الحمد لله. كيف فرح؟ ممتاز الحمد لله، ما شاء الله عنك. إن شاء الله ما غلبتكش الليلة. لا والله ما شاء الله، كأنها في حضنك. الله يسعدك يا عمري. يلا إن شاء الله يا رب كل سنة وإنت سالمة. يعني اليوم إجا عيد ميلادك وإحنا مش كثير عارفين نوصلك، بس إن شاء الله الأيام الجاي بتكون أحسن وبتضلي كل سنة بيننا ومعنا، وإنت متحملتينا ومتحملة هالبنوتة. إن شاء الله يا حبيبتي كل أيامكم أعياد وأعيادنا بشفاء هالشعب الفلسطيني إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله. سلمي على بابا وعلى الجميع وبصيلي فرح. الله يسلمك وخليك وبارك في جهودكم جميعكم. ماما احنا معكم للآخر. الله يسعدك حبيبتي، الله معكم، مع السلامة. سلمي على الجميع. الله يسلمك. وبهاي المناسبة كمان يعني صدف انه عيد ميلاد والدتي واحنا هون بعيد عنها، وكمان عيد ميلاد بنت زميلتي أمل في نفس اليوم اللي هي بطول كرم اصلا، وهي مش عارفة توصلها وتعملها عيد ميلاد. موجودة أمل و... يعني ان شاء الله. وانا يعني كتير حلو انه من خلالكم يعني نعايد البنت الصغيرة وتنبسط برضو عن بعد، حتى لو عن بعد مع امها كمان. فيعني شكرا للفتتكم. احنا هون طبعا يعني على الرغم من كل البعد احنا بنأدي واجب انساني وواجب وطني. كل التعب بهون، بس يعني املنا كبير بشعبنا يكون على قدر اكبر من الوعي، انه يحمل رسالة، انه يكون قادر انه كل حدا بمجاله يعطي توعية ويعطي ارشادات للغير، خلي هالسلسلة تتكامل ونقدر نحاصر الفيروس والوباء ونكون من انجح الدول ان شاء الله، ونرجع لايامنا الحلوة زي زمان ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، تحاولنا ان نتحدث مع امل، والدة طفلة يصادف اليوم عيد ميلادها. ارتأت ان تكون صامتة على الكاميرا، لعلها المشاعر تغلب، لكن هي الفلسطينية دائما تقوى على المشاعر، تصنع الحب ثم تمضي في خدمة الوطن. هنا حكاية كبيرة تسطر، لعلها لا تصل للكاميرا، لكن هنا تصل القلوب وتمطر حبا.
نختم مشاهدينا الكرام هذه الجولة مع رئيس قسم المختبرات هنا والمسؤول عن الفريق الذي أدرنا معه هذا الحوار الرائع. السلام عليكم، يعطيك العافية. يعني لعلي سأعترف اعترافا، غطيت مئات الحلقات من أسر الشهداء الأسرى حالات فلسطينية، وجدت أمهات عظيمات بكل المعايير في الحالة الفلسطينية، لكن اليوم كان هناك إضافة كبيرة، 6 من النساء يصنعن معجزة هنا، صبر، عطاء، تفاني. أول شيء يعطيكم العافية. زيدك عافية. يعني ماذا تقول؟ نعم، أنا اسمي إبراهيم محمد سالم، مدير مختبرات الصحة العامة المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية. مثل ما تفضلت قبل قليل، هناك يوجد 6 عاملين موظفين فنيين مختبرات يعملون في هذا القسم المسؤول عن فحص فيروسات الكورونا المستجدة على مدى 24 ساعة. هناك 4 فتيات وشابان يتناوبون مع بعضهم البعض على مدى 24 ساعة لإنجاز الكم الكبير من العينات التي وصلتنا المختبر حتى الآن، أكثر من 3000 فحص مخبري. وهذا الفحوصات كما شاهدت تحتاج إلى وسائل سلامة مهنية عالية، سواء الموظفين العاملين أو البيئة الخارجية التي يعملون بها. أجب مراعاة ذلك قدر الإمكان أن تكون صحيحة وسليمة لإصدار نتائج دقيقة وحماية موظفينا بشكل أساسي وشكل كامل. يعني للشعب الفلسطيني، لمن يتابع حتى في العالم، البشريات، عندما نتحدث عن البشريات، يعني هل نحن أمام وباء يمكن السيطرة عليه؟ وما هو الإجراء؟ هناك توقعات، هناك إمكانية أن يتم السيطرة على وباء الكورونا، وليس لدي معرفات كاملة متى يتم السيطرة على هذا الوباء. يجب هناك أن نكون وسائل وقاية كاملة 100% في فلسطين وبكافة الدول، وإنشاء أو إنجاز اختراع طعم معين خاص، فاكسين خاص معين للكورونا المستجدة، وتطعيم كافة بيئات الشعب والناس والجهات المعنية بهذا الطعم لحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء. لكن يجب أن نهتم بالوسائل الوقاية الكاملة من حجر وعزل وأمور أخرى كثيرة. يعني التهاون، الاستهتار، جريمة، أليس كذلك؟ نعم صحيح، يجب أن نكون ملتزمين بتعليمات سيادة الرئيس ورئاسة الوزراء ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلا، أن يتم وقاية كاملة، والذين يكون بالحجر يلتزمون بالحجر، والعزل يلتزمون بالعزل. يجب أن نراعي عدم الاكتظاظ بين فئات الشعب، والالتزام أن نكون على مسافات بعيدة من بعضنا البعض خوفا من انتشار هذا الوباء. أشكرك شكرا كبيرا. إذا مشاهدينا الكرام، هنا من وزارة الصحة الفلسطينية من مختبراتها حاولنا أن ننقل الصورة، أن ننقل المشاعر، أن ننقل الفعل، أن ننقل العمل، أن ننقل الإبداع، ثم أن ننقل الأمنيات بالسلامة لشعبنا.